الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت وهل يجوز تفريق أيام القضاء؟ هل يجوز تفريق أيام القضاء؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فجمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على جواز التفريق في أيام القضاء، وأن التتابع ليس بشرط في الإجزاء، فلو فرق قضاء أيام رمضان التي فاتته فإنه لا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله. ولكن مع القول بالجواز، إلا أن الأفضل أن يسردها الإنسان سردا، الأفضل للإنسان أن يسردها سردا، وذلك لأن السرد أقرب لصفة الأداء، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأبعد عن النسيان. فلهذه المصالح قلنا بأن الأفضل هو التتابع، ولكن لو أنه فرقها فلا بأس ولا حرج عليه. فإن قلت وهل ثمة من العلماء من قالوا بوجوب التتابع في قضاء أيام رمضان الفائتة؟ فنقول نعم، لقد قاله الظاهرية رحمهم الله تعالى، فالظاهرية يوجبون في أيام القضاء أن تكون متتابعة، ولكن هذا لا دليل عليه، وذلك لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق هذه العدة ولم يقيدها بتتابع ولا غيره. فلا جرم أن القول الحق في هذه المسألة هو مذهب جماهير أهل العلم من عدم اشتراط التتابع، وإنما أفضليته فقط.